جعانه يا ست ام علي. يا حبيبتي يا ست ام علي اللي احلى من اي ديسيرت في الدنيا. تسلم ايدك. مد ايدك يا ابني الا الاكل يبرد. يا رب يخليك يا ست ام علي، والله حنيتك عليا دي عارفه بتحسسني بحنيه امي، الله يمسيها بالخير. كل كل يا لمبي بر نفسك. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. ادعي لي بس انت كده ان انا الاقي المتاح ها وده الباب بقى وانزل بقى السيده زينب بقى والاكل والسهرات والعيشه والدنيا. اوعى داخل دلع. ربنا يحقق لك مرادك يا لمبي. ربنا يخليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا لمبي؟ ازيك يا حاج عبد الواحد؟ ازيك يا لمبي؟ ازيك يا حاج؟ عامل ايه؟ الحمد لله. مبسوط عندنا حبيبي؟ الحمد لله. نورنا حاج البق. ربنا والله العظيم منور الدار. والله ده انت اللي مليان بركه والنبي ايدك يا ابو سعد. استغفر الله. ده حبيبي ده انت ده انت ده انت مأكلني ومشربني يعني اكل ومرعى وايه الصنعه؟ افتكرها اكتر من كده. افتكرها يا لمبي حبيبي. الله يكرمك. ربنا يكرمك على دماغي من فوق. الله يخليك. ليه كده يا ابني الاكل زي ما هو ليه؟ ما انا هاكل اهو. انت كده بتشيلنا العيبه يا لمبي. ده على لحم بطنه يا دوب فرختين وبطه. اه والله نفسي مسدوده مش عارف ليه. لا لا يا لمبي لا عيب. البطه الناس تقول علينا ايه يا لمبي؟ شوف الظاهر ان شكلك خجلان تاكل لوحدك وعايزني انا افتح لك نفسك. يا راجل قول ان انت عينك راحت على الاكل بقى. لا لا ده كلام برضه. يلا خد ابدا يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا خد ما تمد ايدك معانا ولا لا إيه؟ انا هحضر لكم العشاء. الله واجب برضه. مع الف سلامه يا معلم. السلام. على فكره على فكره ما شاء الله مراتك من المعلم دي فيها غنود ها؟ في كتمان كده جواها. اه. بس يعني اصيله من حريم دقه زمان ما يتوجدش دلوقتي يا لمبي. عارفهم انا دول اللي مرميين تحت القطاره دول انا عارفهم. عقبالك يا لمبي. الله يخليك. تعرفت عليا فين بقى؟ انا وام علي؟ اه تعرفت يعني فين؟ كنت بتقابل عند صوبيا توتو. صوبيا ايه؟ صوبيا توتو تزقله كده من عند سلم الكبش وطلعت واي اسانسور في اي عماره من وسط البلد كده. لا اعوذ بالله. لا لا يا لمبي اوعى دماغك تحدف في عيد يا ابني. امال ايه؟ لا 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 ده انت شايف ابنك علي ما شاء الله عامل ازاي؟ ده عمال يطلع ده هياخد السقف ويطلع. ربنا يديله الصحة. ايه يا عم ده انت راجل زئ. الحمد لله. ده انت ايه ده يا عم ده؟ الله يخليك يا علي. ايوه بخيرك ما تيجي ناكل يا لمبي. دمك انت على الاكل. تعالى تعالى. يلا اتفضل. بسم الله خد السقف. استنى ما تاكلش الفرخه يا والدي. ايه كده يا علي يا ابني ليه؟ اذان الفجر خلاص يا والدي. الصيام بدا. فجر ايه واحنا لسه العصر؟ صح النوم يا والدي، انت بس تلاقي ساعتك مأخرة. ساعتي مأخرة؟ طيب ساعتي مأخرة وفهمناها. ازاي امبارح نكون في شوال والنهارده في رمضان؟ الله مش الارض كروية تتنطط. الارض كروية تتنطط حول نفسها 94 ساعة في الساعة. ايه الغط بقى انا ركعتين الفجر. وكل سنة وانتم طيبين يا اولاد. صح والسلامة. كل سنة وانت طيب يا لمبي. رمضان كريم يا ولدي. وحوي يا وحوي. اليوحة. وكمان وحوي. اليوحة. وحوي يا وحوي. اياح ما شاء الله ابوك جميل. طيب قوي. يعني انت عارف لولا المنطقة دي كنت قلت عليه ان هو اهبل. انت مش بتاكل ليه يا لمبي؟ يلا كل الفراخ. لا ما خلاص بقى الفجر الفجر اذن خلاص ما ينفعش عشان الصيام. لا انت مريض والمريض يحق له الفطور. لا والله. ايوه يعني انت دلوقتي عايزني اكل الفرخه بسم الله اللي موجود فيها السم. ايوه مين قالك؟ آه مين قال كده؟ مين اللي قال كده؟ انت من الاشرار يا علي. لا من الاشرار يا علي. لا انا من الارياف. انت من الاشرار والتعبان اللي انت حطيتوني في قلب جبل وانا نايم بالليل. لا والخنفسه اللي انت حطيتها لي في ودني وانا نايم. لا والسحابيه اللي حطيتها لي في قلب جيبي. لا والكلب اللي رميتهولي. لا والبيت. ام 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 اتعرف يا ابني. انا هقول لك كل حاجه بصراحه. ايوه كده فر. انا كان كل هدفي ان ابعدك عن انشي. انت ما تعرفش احنا بنحب بعض قد ايه. ومن ساعه ما انت جيت الحب ده ضاع. انا احبها اعشقها أعبدها أدوب في هواها. إيه ده أنت عبيط يا ابني ولا إيه؟ اللي أحبها وأعشقها وأدوب. أيوه أحبها وأي واحد يقف في طريقي هقتله. مين دي اللي أنا أحبها يا واد؟ وبعدين إنشي دي إيه؟ إنشي اللي تيجي جنب الموزز والحتت اللي أنا أعرفها، ده أنا أعرف بطيخ بعدد شعر راسك. يعني أنت ما بتحبش إنشي؟ يا تحب مننا ده 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 يعني عندي جثة ولونه برضك دي سبه
لا مش سبب هذا، انا بشكر فيها ان هي مزه يعني. مزه؟ ام الوظه يعني. ما ده توبيخ ياد، مش توبيخ والله، انا بقول انها بطه يعني. بطه؟ اه يعني حاجه ياد يعني مؤدبه، بنت مؤدبه حلوه. بعدين انا لا يمكن ان انا الواقع بيحطم عليا ان انا ما ينفعش ان انا ابص لزوجة اخويا، بنت اخويا. اصيل قوي يا لمبي. بدنا بقى يلا ناكل بقى مع بعض بقى عيش وملح من جديد عشان نبقى ابتدينا ايه؟ ابتدينا صحفه جديده. والله ما انا كاسفك. بسم الله. بسم الله. خش على الفرخ. حاسب يا علي دي فيها سم. ام 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 فيش. انا ممنون يا لمبي. انا ملمون انا كمان. الله يخليك. يلا الحق بقى اشوف ابوك احسن، زمان بقول الدنيا العاده بره مش انا بعد ايام. ايوه صح. يلا اجري. سلام. على السلامه حبيبي. خلاص ماشي يا ابني. ايوه يا معلم انا خلاص كتب عليا طول حياتي ان افضل ماشي ماشي، نفسي الفه في محطه كويسه تاخدني وترميني ناحيه الكنز، وبعدها اخد الكنز واطلع على بلد المحبوب مصر. يو ما انت في مصر يا ابني. لا دي مصر القديمة، أنا عايز مصر الجديدة، زمان الامتحانات خلصت دلوقتي. تيجي بالسلامة يا ابني. الله يخليك يا أم علي. اللي قول لي يا لمبي. أيوة. يعني إيه لمبي؟ والله مش عارف أدعيد وإن بعرف أدور أخرى، أو ده سؤال ما سألتوش لنفسي أبداً تصدقي؟ أه والله، بس أنا أعتقد إنه اللمبي دي جاية من اللمبي والسوداني. الله يحزك يا ابني، الله يحزك. بقول لك إيه؟ أيوة يا حبيبتي. خد دي. أزقزها وانت في السكة. لا أنا ميمون أوي يا أمي. الولاد أوفر دي وقف عندك يا لص يا ونطي. نعم نعم مشلان. أختي البرنسيس إنجي دع منها بروش ألماز بخمسين جنيه. خمسين جنيه؟ آه. ومتمطع قوي بتتكرع على خمسين جنيه، والبرنس عيلاق جه والبرنس عيلاق راح، الدوبلي نزل الكاوتش طلع، وخمسين جنيه؟ ده خمسين جنيه دي تمن كارت شحن بتاع أي موبايل. بص أنت، أنا ملياش في اللف والدوران والكلام اللي انت بتقوله، انا ما بفهموش. ده اللي اعرفه ان البراش بتاع اختي اتسرق وهي ما جاتش غير هنا الفتره اللي فاتت. قرني قال لي. مين قال لك؟ قرني. طب اديك بتقول بنفسك قرني. انت هتنتظر ايه من واحد اسمه قرني؟ قرني وافتخر وطول عمري خدام البرنس علاء. اتفضل فتش يا برنس علاء. انا طول عمري عايش في البيت ده بشرف، وعمر اللقمة الحرام ما عرفت لي طريق جرة. نواف فيلم كرتون. الموضوع ما يخصكش يا رئيس عبد الواحد، انما انت دخلت بيتك لصوص وانا متاكد ان الاقي البروش هنا. اسحب الكلام اللي انت بتقوله يا عم الحاج، انا مش نصوص، انا عمري ما كنت نصوص ابدا. النصوص عندكم انتوا. المصحف اللي مسيت زينب. والله يا عم الحاج، والله يا حاج انا مسيت زينب. وراني امرك يا برنس. فتشوا فتشوا. والله انا عملت حاجه، اول مفتاح والباب هو بيرديني في اي حته في المصحف. لقينا البرونش يا برنس. البرونش ده انت يا ابو فجاله ولا ايه؟ الله يخرب بيتك يا لمبي. ايه يا ست انت معرجه؟ طالعه ومات معرجه بتدعي وخلاص. انا لازم اغسل شرف العيله اللي اتمرمط في التراب. والنبي يا عم مشلان، انا مش من هنا، وهو اصلا دخلت من باب والباب هو اللي بيرميني في قلب الحته دي. والله العظيم ما ده جزات اللي فتحت لك بيتي يا عم. انت هتعملني فيها شطان. سيبوني ادي عليه دعوتين اجيب اجله، زي ما دعيت على هريسه وهو مخبول مرمي قدام الجامع. هو هريسه العبيط اللي انا قابلته ده فين؟ مرمي قدام الجامع.
اوعى اعمل حاجه يا معني. اوعى اوعى اعمل حاجه. اجبر يا برنس. حد الدنيا بتاعك يا حيوان. اديني يا سلام اتحجمي. ايه ده؟ وانت تاني؟ تعال بقى مش وقت. تعال تعال بقى. اديني تعال بقى اتحجمي يا حبيبي يا جدي يا حبيبي يا عمو. تعال انا بس عايز اعرف بس انت ليه مش عايز تشوف الدبانه الحمراء؟ اصبر بالله. ايوه اهو هنا دلوقتي اقدر اشوف العلامه. ايوه هنا تحت شجره التوت. ايوه ليا فيها ذكريات انا وسته. كنت اقعد تحتها. تحت مين ستي؟ لا تحت الشجره. تحت الشجره بتاعت ستي. ازقلها في بقها توتاي. ايوه وهي تزقل لي في بق توتاي. ايوه حاكم بق ستك كان قد التوتاي. مش هتشوف بقى الدبانه. خلصني بقى. يلا وريني. اه يا سيدي اتفضل شوف الدبانه. هي هي العلامه. أيوة. انت حفيدي. أيوة. انت من صلبي. أيوة. انت حفيدي. أيوة خلاص بقى بلاش. ده انت غلس قوي. غلس حتى كمان وانت في كده وغلس وانت بتشحت. قول لي على الكنز بقى يا عمو بقى. ما ينفعش اقول لك الا واني بموت. حاضر اهو. قول لي بقى فين الكنز يا أفندية. يا أفندية يا هضبة أفندي. هريسة أبو الليف بيودع وعلى ما أظن إنه بيموت دلوقتي حالا ومعاه وريسه الوحيد. وريسه الوحيد؟ مين؟ اللمبة أفندي اللي كان قاعد في بيت الرئيس عبد الواحد. يلا نشلل وابوري جتا وهتت ونبقى عرفنا وابور عبد الوهاب رايح على فين. ده فضل يستلف النص ريال والخمسة بيد لغاية لما خلانا بينا اللي ورانا اللي قدامنا حتى النهاز بهنا. إيه اللي بتقوله يا هباب الطين أنت؟ يعني إيه يا أفندية؟ هنترك هريسة يموت بسهولة كده من غير ما يقول لنا على مكان الكنز؟ أنا عندي فكرة. إحنا نروح كلنا كده بربطة هضبة أفندي ونكتم على أنفاسه حتى يقر ويعترف بمكان الكنز ده فين؟ إيه اللي بتقوله ده يا أحباب الطين التراخر؟ يعني إيه نهجم عليه ونكتم على أنفاسه ونقرره هو واقف قدام الحكمدار يا جاموس أبيض؟ أمال هنعمل إيه دلوقتي يا هضبة أفندي؟ يا أخي فزعتني يا أخي. إيه ده يا مصور؟ أنا عندي الحل يا ابني. أكيد يعني هريسة فندي وهو بيموت هيبوح بالسر لوريثه الليمبا فندي. يا سلام كلامك كشك ألماز يا هضبة فندي. كلامك رائع يا هضبة فندي. أي نعم يا هضبة فندي. يبقى احنا بقى يا فندية نتلصص على هريسة ده بالراحة وهو بيموت من غير ما يشعر بينا علشان نعرف مكان الكنز فين وساعتها اخد الكنز لوحدي. ايه قصدي يعني اخده لوحدي وارجع اقسمه عليكم. والله يا هضبة فندي كلامك كله قرع. اذا يا فندية مين اللي المفروض نراقبه لغايه ما نعرف مكان الكنز؟ الليمبي. مين اللي لو شعر بينا وحاول ما يديناش الكنز نقط من رقبته؟ الليمبي يا فندي. اذا يلا بينا يا فنديه. على فين؟ يعني هكون رايحين مرسح علي الكسار؟ هنروح على هريسه وهو بيبوح بمكان الكنز للمبي. يلا بينا. بينا يا هضبة فندي. كنت فين؟ حبيبي هو ده بتاع زمان. انزل يا معلم. الكنز هو بتاع الكنز. الباب هناك اهو. اوهو لمبا فندي. ده اسمها هندي ولا ايه؟ اوهو مين؟ سمو سميرة انجي؟ لمبا فندي انا انجي حبيبتك. تغكني ورايح على فين؟ يا ست تغكك ايه بس ورايح؟ انا هطلع عرش بقى. اتدهولت في البلد عندكم. انت كل امالي يا ست. اسمعيني لا امالي ولا حناني. انا عايز اقول لك بس انه علي انا اكرهه. يا ست السيد علي ابن الرئيس عبد الواحد يحبك من كل فؤادي. ولكني لجأت اليك
لاني توسمت فيك النبل والطيبه. لا اله الا الله، ده في الكلام الاسود بقى اللي انا مش فاهمه ده. دي ردود كلام عندي انا قلته ولا انت بتتكلمي اي كلام؟ اخوك البرنس تيوبلس لو عرف ان احنا الاثنين هنرتطم ببعض رسمي هينفجر فينا. لمبافندي، ايوه انا اشعر بالوحده. طب ده رد على ايه؟ انا عايز افهم ده، ده رد على ايه؟ انا احب الهواء الطلق والمصحف المفتاح في عينك يا انشي بقى، مش كده بقى؟ الحاله لا بص لا. طب بص انا هجيب لك حد بقى فعلا هيفهمك من القبيله بتاعتك. يا علي يا سيد علي. روحي علي، روحي علي، دافع عن حبك لاخر مدى. لازم نجاهد في الحياه بقوه ونشاط. اذن فليكن. تعال عايزك تهدي بقى يا انشي، اقدم لك علي. علي ده واد كفاءه وعلي حق واكل شارب نايم انا وهو نايمين في سرير واحد مع بعض، يعني رجوله رجوله. الواد ده غويتش من الاخر يعني. خش عليا خش. انجي انا، ايوه انجي انا. الكلمتين اللي قلت انا قلتهم له في السرير وانا معاك في السرير. قول ها لحظه. عشان انا احبك انجي. انا احبك، ايوه اعشقك، ايوه ادوب في هواك. ولكن يا علي من جهة ميلي إليك. ما تكمليش، أنا فهمت مقصدك. أخويا علاء هيقف حائل ما بيننا. تأكدي يا عم. استنى يا عم، أنت لا تأكدي. استنى يا عم، دي بتقول لك أخويا حامل، يعني أنت هتلبس الواد. اصحى من الأول ياض. تأكدي يا هانم. أيوه. إن عيون العدالة ساهرة. الله، انا مش فاضي يا عم، انا عندي عايز اهرب. انا هروح رايح لقدر ينتظرني الان. اهو اهو يا ورني. بقولك ايه، ارمي على الواد ده اخوها الثيوبلس ده شويه مسامير تحت الرجلين فرقع. امسكوا ورا الكنز. الوداع يا لمبسندي. يا عيله وعصر كلكم تقال. تيجي دولك. يا بليله السودا وانا كنت. وانت مين يا عم؟ ميجي دولك. قابل يا عم الذنب. ميجي دولك اتفضل. 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 ده عبيط ده ولا ايه؟ اتفضل. ميجي دولك اتفضل. يا هنا هو كل واحد يتحرك على مكانه. الريحه دي، الناس دي واكله شرابات ولا ايه؟ ايه ده؟ انت مين؟ ايه اللبس اللي انت لابسه ده؟ ده انا من جاي من 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 عند الباب اللي في الباب. يلا يلا خلص علشان تخش الاختبار. يلا. اختبار ايه؟ نظر ولا سواقه؟ ايه بتقول ايه؟ يلا خش خلص البس. بالراحه شويه كده، مش خليك متوضع مع الناس. التوضع حلو مع الناس. الله، هلبس ايه؟ دي عايز بكام فول فيها دي؟ فول؟ البس دي يا زلطه بسرعه. يا ترى بقى الراجل بتاع الفول هيعرفني ولا ايه؟ سمعت اخر الاخبار اسمه الامير؟ وهي يعني الاخبار في المحروسه بتخلص؟ ما كل يوم بخبر. قالوا يقول لك ايه ده خبر جديد. اصبروا شويه واسمعوا بقيه الاخبار. قول يا هضبه. الامير طربال بيجهز نفسه علشان يتغدى بيك قبل ما انت تتعشى بيه. قديمه ده كل المحروس عارفه. هلا وبعدين هو ده اخر خبر؟ ده انت اللي اخر واحد تسمعه. لكن الجديد بقى عندي، الامير طربال بيجهز رجالته وبيقابلهم في السر علشان ينتهز الفرصه في اي لحظه وينقض عليك ويتخلص منك انت ورجالتك. وانت عرفت منين اذا كنت بتقول ان هما بيتقابلوا في السر؟ انت اهبل يا ابني، ده انا هضبه الاجر على الله. انا اصلي ليا واحد حبيبي قوي من رجاله الامير طبار وهو اللي جاب لي اخباره. اهو انت كده جبت المفيد. انا عايز اعرف كل حاجه بتتقال عني، طبعا بمساعده رجالتي وحبايبي. بس خد بالك يا سمو الامير، الامير طربال ده عامل زي التعبان. التعبان دواء قطع رقبته. واحنا خدامينك يا سمو الامير، لو عايزنا نقطع لك رقبته نقطعها لك ونسلخ لك جلده كمان. لا، سلخ جلده ده سيبوه عليا.
أنا اللي هسلخ جلده وأكسر سمه وخلي عبرة لأي حد يفكر يمس مملكة أمر الدين. تشرفتوا ونورتوا يا رجالة. انتوا خارجين كل واحد يخرج من طريق غير التاني. أنا عندي ميعاد دلوقتي في القصر. ميعاد مهم جدا. اتفضل. نسيبك بخير يا سمو الأمير. السلام عليكم. أهلا أهلا بالأمير طربال. وأنا بقول القصر منور ليه؟ ده نورك يا سلاف. أنا قلت أجيلك طالما أنت مش بتسأل عني. أنا ما أقدرش يا أمير طربال، بس كل الحكاية إني مش عاوز أشغل معاليك. يا سيدي اشغلني طالما هتجيب لي أخبار الديب اللي اسمه قمر الدين. اشغلني. ده المفروض يسموه قطران زفت مش قمر الدين. ده الدين بريء من أمثاله. لا المكان ولا الوقت يسمح بكلام المصطبة دي. أنا عايز أخبار أخبار. أنا وصلتني أخبار إن قمر الدين ده بيقابل أتباعه في السر. وسمعت إيه تاني؟ ده كل اللي وصلني. هما بيتقابلوا في السر بيقولوا إيه؟ الله أعلم. طيب سرة النقود دي خليها معاك علشان تسمع كويس وتبلغني. فاهم يا سلاف؟ فاهم. أنا من اللحظة دي كل أذان صاغية. أيوة اصحى معايا بدل مقطع ودنا. أوامرك يا مولاي. الأمير المهاب قمر الدين. رهن إشارة حضرة مرات السلطان الصالح أيوب الله يرحمه. كل اللي تأمرني مولاتي بيه أنجزه في التوه واللحظة. مهما كانت خطورة الأمر يا قمر الدين. مولاتي بتشك في ولائي؟ إذن أنا أطفي نفسي حالا بالخنجر ده. رجع سلاحك. أنا عايزاك حي. واثقة فيك زي ما أنا واثقة في البلوى المسيحة اللي اسمها طربال ابن غربال. مولاتي شجرة الرز مرات حضرة السلطان الصالح أيوب الله يرحمه. الفخر كل الفخر لطربال ابن غربال أن تمنحني مولاتي لقب البلوة المسيحة. كفانا نفاق. الأمر خطير جدا ومش محتاج أي محلسة. خير يا جناب مرات السلطان الصالح أيوب الله يرحمه. هل هناك أشياء عكرت صفو جنابك؟ لويس التاسع مش من دمياط راح على المنصورة. ايه؟ لويس التاسع اتحرك من دمياط على المنصورة؟ وانا اخر من يعلم؟ اذا انا مكاني مش هنا، انا مكاني في المنصورة. استنى مكانك. مولاتك شجرة الرز ما امرتش حد بالانصراف. طول عمرك ارعن واهون وفاتح صدرك. اعقل اعقل بلاش جنان. مولاتي بتتهمني بالجنون قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. مش عايز اسمع ولا كلمة. انا عندي مشكلة. خير يا مولاتي. انا عايز اتجوز. ايه؟ ولازم اختار واحد منكم اللي هيثبت ولاءه ليا طبعا. واللي هختاره هيبقى سلطان البلاد وهيبقى بعلي وسندي وهيقعد جنبي على العرش. انصرفوا الآن وخليكوا حواليا هنا في القصر. يا ريت مولاتي تأذني أجهز نفسي للرحيل. أخذ بعض النضرجية وأروح عشان أستطلع جيوش لويس التاسع بنفسي. لك ما تشاء يا قمر الدين. أنت خطيبي دلوقتي والقصر قصرك. انصرفوا الآن ودعوني أناجي شجوني. وانت رقم جلوسك كام؟ هو رقم جلوسه كام ده؟ قولي. لو قابلت حد من اعدائك وكان قاتل ناس كتير وقع في الاسر تحت زلة سيفك وقالك ارحمني انا عندي عيال تعمل ايه؟ قال له الرحمة حلوة قوي يا سيدي. حلوة؟ امشي خدوا على تمريض. اتفضل اللي بعده. انا
روحي. قول لي. ايوه. لو قابلت حد من الاعداء في المعركه، ايوه، وكان قتل كتير من عشيرتك، وقع في الاسر تحت زله سيفك وقال لك ارحمني انا عندي عيال، هتعمل ايه؟ اغزه في عياده. تغزه؟ دغري كده اروح غزه في عياده على طول وهو بيستسلح، بيستسلم بلا رحمه. تغزه؟ ايوه، مصطلح جديد. حلو. طب تغزه ازاي يعني؟ يعني بتروح جايب انت الكزلك حته كده، وتروح لمؤاخذه ارفع رقبتك كده، وتروح حاططها كده، ويمشي بقى كده في زي السكينه في الحلاوه. حلاوه؟ ما انت شفتنا. انت قتلك بالكلمات في شيء جديد. ايوه، لو بعرف اشتم كمان واتوف كمان. امال ايه؟ طلع اي عبط ولا ايه؟ اركن على جنب. اركن على جنب ليه وانا عديت رادار ولا ايه؟ اركن على جنب. حاضر. طب بقولك، ما تعرفش حد اسمه هريسه؟ على جنب. على جنب هريسه، على جنب رقر ليه؟ وحرام ولا ايه؟ تلاف دخلوا للسلطانه، هو ده اللي احنا عايزينه. وانا كده نجحت؟ ايوه نجحت. والنبي نجحت؟ نجحت. طب انا هلعب تحت السن كام؟ احنا هناخدك معانا في الجيش. في الجيش؟ في طلائع الجيش؟ وده حلوه دي، واحترف بعد كده والعب في اسكو. انتهى فرز الجنود، انتهى. هاتوه. اولاد السلطان. ده ملك الدسوق دي ولا مين؟ خش. مولاة الامير السلطان. تقدم ايها الفتى الشهم، لقد سمعت عنك الكثير، وسمعت عن قلبك الجسور الذي لا يهاب الموت وليس به رحمه. تقدم يا غليظ. مولاة الامير السلطان. مولاك الامير هينتهي امره على ايديك. مولاك الامير هينتهي الامر على ايدي انا؟ ليه؟ هقتله ولا ايه؟ قلبك شغوف للقتل. ايوه. القلب قلب اسد. والصدر صدر فهد. من ايه؟ والعين عين صق. من ايه؟ وهذا يعجبني، لك كل ملامح الفارس المغوار. ايه الفارس الششوار ده؟ مولاتي أنا عايز أروح لك بالسر لو سمحتي. أنا كنت في كبد الناس تنبض الوقت ريحة أجارك الله، إنما أنا الريحة دي ريحتك حلوة أوي يا ملواتي، فقولي لي أنت عايزة إيه بسرعة، لأن أنا مش مستحمل خالص. الزواج، نتزوج. نتزوجك مين؟ أنا وأنت نتزوجك؟ أنا وأنت. لو النبي، ونضرب بعدين عرفي كده وأي مغارة في سكر قريش ولا إيه؟ بس على شرط. يفسد وتفسد.
ماشي ماشي، خرفنا عن هريسة. ايوه بعدين كان شاهد على حبنا ذكر الباط صح؟ أوه. ايوه هي تحدفني بنبوت أيوة. وانا احدفها بنبوت. سلام. ونقعد طول الليل نضرب بعض بالنبابيت ونقوم الصبح دمنا سايح. هو ده الحب الحقيقي. يا سلام يا عم محمد يا فؤاد. لمبي ايوه لمبي لفني. الفك فين في سجاره؟ لفني ناحيه العرش. حاضر. يا مملوك هضبه، يا رجال المملوك هضبه، هريسه ابو الليف في النزع الاخير، واللمبي جوز السلطانه شجره الرز مهتم بامره. ترى يا رجاله احنا هنسيب هريسه هيموت كده بسهوله بعد ما فلسنا وخد فلوسنا من غير ما نعرف مكان الكنز فين؟ انا عندي فكره ابو هنمي. قول، انا حاسس انك هتقول لنا حل. احنا نروح كلنا كده بصحبه السيد هضبه ونفاجئ هريسه ونكتم على نفسه لحد ما يقول لنا مكان الكنز فين. الراجل بيقول لك بيموت بيموت، هنهبي فيه اكتر من كده يا بختي. الله، وهنعمل ايه دلوقتي يا سيد هضبه؟ الله، الله يخرب بيتك. اهدى يا مسرور، انا عندي الحل. ايه هو؟ اكيد يا اخوانا هريسه قبل ما يموت ويفلسع من الدنيا هيقول برضو مكان الكنز لللمبي جوز الست السلطانه شجره الرز. يا سلام يا سلام يا سيد هضبه، والله كلامك احلى من لقمه القاضي يا سيد هضبه. يا سلام، كلامك لوز مؤشر. يبقى المفروض يا رجاله نراقب اللمبي دوت على طراطيف ايدينا من غير ما يشعر بينا خالص لغايه ما نعرف مكان الكنز فين، وساعتها اخده لوحدي. ايه قصدي يعني اخده لوحدي وارجع نقسمه على بعضينا بالتساوي. الله الله، كلامك احلى من ام علي. كلامك مكسرات. يبقى على بركه الله، مين بقى رجالنا اللي المفروض نراقبه من غير ما يشعر بينا بتاتا؟ اللمبي جوز السلطان. مين اللي لو حاولنا ناخد منه الكنز ومرضيش نقطم رقبته؟ اللمبي جوز السلطان. يلا بينا يا رجاله. على فين؟ الله يخرب بيوتكم، انا بقول ايه من الصبح؟ على هريسه نتصنط عليه وهو بيقول سر الكنز لللمبي جوز السلطان. هيا لمبي جوز السلطان. هيا لمبي جوز السلطان. قول لي بقى والنبي لمبي. ايوه قرب مني. حاضر. قرب كمان. نعم قرب كمان يا بخيل. انت عايز ايه مني؟ انت عايز ايه مني؟ الوضع ده مش حلو. قول لي الكنز فين وما تزمنيش وما تستغلش الفرصه. اديني ودني. اديك ودني؟ اديني ودني. اه ودني ايه؟ دي علامة مكان الكنز. كنز؟ اه اهو انزل انزل يا جدو، انزل في امان الله. تعالي بقى، بيقول لك ده كربط. فين هنا؟ الأمير تربان مات. وأين الأميرة شجرة الرز؟ في الكشري، خلاص ماتت رخرة، قعدوا يضربوها بالبباقيب لحد ما حذفوها من فوق اللي ماتت. وأين الأمير عمر الدين خشاب؟ كل سنة وأنت طيب بقى، اتلهف على المائدة، مات راخر برضك. نحن نرفض هذا الكلام. ترفض إيه؟
انت تقدر تبونا؟ اذا اردتم ان تسلموا سلموا تسلموا، تنعموا بالغذاء والراحة والأمان. تدفعون الفدية ذهبا. مفتاح كنز هريسة معلم. أما إذا لم تدفعوا فسوف نسحق نساءكم ونستبيح أطفالكم. لا تدعوهمش يا لمبي، دول كذابين كذابين. أي بلد بيمسكوها بيخربوها بيأكلوا خيرها، ما بيعملوش أي مصلحة للشعب. طبعا خرفان بتاكل أي حاجة قدامها، خضرة ناشف يابس أي حاجة بتاكلها. خرفان ماء ماء. هذه رسالة التتار، أريد ردكم. ده ابنك ده ولا إيه؟ ابنك ولفه ولا إيه ده؟ ده إيه دي؟ خد الرسالة أهو، إحنا موافقين. فين؟ لا استنى بس يا عم أنت، استنى يا عم، حماسة صور وخلاص. الله، أنت بتبوظ البيعة دي، ده كان الخروف الكبير أهو بتاعهم واقف وبيديك الحاجات بتقول لك الشعر، هياكل وهيشرب وهيتنح بعد ما أنت، مش كده يا ست السلطانة؟ اهو شفت بنتها ردت عليا من جوه. هي بص طالما انتم ملتزمين بالكلام ده خلاص، احنا بقى الشعب ياكل وينعم بقى. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا لمبي؟ يا عم اللي انا بقوله ده صح؟ ما ينفعش. هينفع اي مجاعه في البلد هتحصل؟ الخرفان على قفا من الجيل هيتباع لك اي خروب من الوافين دول، والناس تاكل بقى وتزعطط بقى وكل سنه وانت طيب بقى. ما ينفعش يا لمبي، لازم نحاربهم نبيتهم. تبيد مين؟ دول يتاكلوا مش يتبادوا. امسك بص عندك على حاجه، انت تصرف، انت شكلك قائد عظيم. انا حساس ان حضرتك مش خاطر، عندي ميتنج دلوقتي. اوكي يلا بينا يلا يلا يا ريت تجري. اجري يلا يلا. اوف 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 بقى اوف بقى، خلينا نركز بقى. ايه اللي دي فيه؟ احنا بنهرب دلوقتي. طب يهرب ايه ده؟ يلا بينا، ما تقعديش تقولي فيه ومش فيه حاجه. لا بقى كده بقى. ده نوتة. خلاص. استنى هنا، استنى استنى استنى. باب الكنز. بص بقى بص بقى زنوتة. أي زنوتة تاني؟ بص يا زنوتة يا حبيبتي، دلوقتي هما هيجوا يخطفوكي، أنت تعتلي العرش وحكومي بالعدل واسترجلي شوية في ال انت بتقولي ده ما ينفعش خالص في الحكم على مصر. الصوت ده يحكم مدارس سنية يا بنات، فاسترجلي كده وخليكي جنب احسن. هم ها هو الليمبي. ها الليمبي، ما تسيبنيش يا ليمبي، ما تسيبنيش. تعالى تعالى يا بنت، اوعي تعملي وانت بتحكمي تعملي كده. انا بحبك يا ليمبي والله. بص هحطك ده فوقك. لا ما خلي بالك من نفسك. يا رب يا رب ما بلاقي نفسي عند الفراعنة يا رب. أنا سامع صوت كركرة ومية وشيشة، ناس قاعدة بتشايش. بقولك والنبي امور خواجة، اول بحر ده بحر اليونان ولا مرسيديك؟ ايوه يا جدعان، واضح ان الحجرين توال. احنا في اسكندرية يا جدع. لا والنبي احنا في اسكندرية. اسكندرية مرية. اسكندرية يعني بينه وبين السيدة زينب ساعة ونص بالدجو، سبع راكب واخد الكنز واخد بقى. ايه اللبس اللي انت لابسه ده؟ ابدا كان عندي زف البحر امبارح. وانا برضه بقول الحجرين تقال. جمبري 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 جمبري. ايه اللخبطه دي بقى؟ يا لي يا ست داهية، يا لي يا ست فتيسي. يا ابو شلباي فين النسوين اللي وعدتنا بيهم؟ دلوقتي يهلوا. جمبري 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 جمبري. ايوه يا اخويا، احنا سمعنا ان جايه لك رحله من مصر. دلوقتي يهلوا، اجيب كرسي شمسيه. شكرين يا اخويا. هيو على تقل دمك. يا فتيسي. Thank you.
عندنا ده؟ يوم ان الولد هو جاي يصطاد عندنا في حتتنا ليه؟ ايوه حق صحيح، جاي يصطاد في مكاننا ليه؟ انت ولا مشي من اليمه دي؟ الله امشي من اليمه دي ليه يا عم الحاج؟ انا واقف هنا فرض الحكومه. لا يا عم الحاج يا خفيف، انت مش فرض الحكومه، ده بحر. ايوه برضك بحر الحكومه، ولو عندك حاجه اعملها بقى يا عم الحاج. هو الواد ما فيش حد مانع عينه ولا ايه؟ ده انا اللي عامل لي فيها فرطه قوي. ماشي يا ولا، ما تلم نفسك بدل ما تزفر رمله بدمك. الله بتعمل انت اللي انت ناور فيهم يعني؟ يا ناد من هنا. ايه يا ضياء؟ ايه يا ضياء ضياء؟ انت متعصب يا راجل ولا ايه؟ بقول لك نزل ايدك بدل ما نعملوها مال. اعملوها جنب الحيطه احسن يا ناد، يلا قدامك ايه؟ لا مش كل واحد يجي يعمل علينا رئيس، كفايه علينا واحد. على قولك الولد ده بيفكرني بمعلم سنجاري، كان جاي كلب لحد ما كبر دلوقتي بقى رئيسنا. بينا بينا عكشينا على رئيس سنجاري. طب انا ما عايز الا انت بقى. بينا يا رجال اوعى نزل انت ده. مشكلين يا معلم سنجاري على النرس اللمبوطي ده، مش احسن من الكومبين اللي كنت لابسه؟ انت ايه ده شغال منبه ده ولا ايه؟ فهمني بقى ايه القصه؟ الولد ايه؟ لا استنى بقى، استنى انت هتقول الولد ايه؟ استنى شويه بقى، انا اللي هحكي القصه من الطقطق لحد مع السلامه عليكم. دلوقتي الناس دي كلها نفر نفر، دول عندهم حق. ليه بقى؟ ليه بقى الناس دي ليها حق بقى؟ لانهم قالوا على سعادتك انك انت الرئيس سنجاري كلب. الرئيس سنجاري كلب وفضل يستحلب ويدحلب ويتمحلب ولحد ما وصل وبقى رئيس المركبيه هنا، بس احنا لازم ايه؟ نعمل ثروه ونرجعه كلب. ايه الكلام ده يا رجاله؟ الولد ده بيقوم علينا يا رجاله. هو اللي بيشتمك يا معلم الصبح؟ انت بتشتمني يا ضب؟ لا والمصحف يا معلم سناره، انا ما شتمتش حد، هم اللي قعدوا يقولوا عليك ان انت كلب وابن كلب، قعدوا يشتموا المصحف، انا مش سيدي زينب والله. الولد ده شكله لقطه، هو ده اللي بندوره عليه. انا مستغربك يا عبده، الولد ده يلزمك في ايه؟ بعدين هتفهم، بس من امتى انت بتفهم؟ ما تخلينيش اغير منك يا عبده. تعالى معايا. يلا يا اخويا. والله العظيم انا بريء، والله العظيم ثلاثة. بس يا رجالة، أنا عرفت الولد مين؟ الحمد لله أهو، ربنا يبارك لك يا رب. الولد ده اللي حرق مركب أبو عسلية أول امبارح. الله يخرب بيت أمي اللي جابك ورا ظهري. يبقى له الدوك كراكول. يا عم أنت ما تتكلمش خالص، أنت بقى نزل إيدك يا ولد. أخبك إيدك بقى. الله يلا بينا على الكراكول يا رجالة. لا ما عايز أبدا أنت بقى. يلا 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 ده حلو قوي قوي اللي حصل ده. يا عم انا والمصحف انت اللي بتعمله يا عم، مش عارف. والنبي يا عم انا مش زينب والمصحف، انا مش سيدة زينب. ايوه يا جدعان ما تخافش يا جدع، لو انت مصدوم انا هطلعك. مصدوم ده ايه يا معلم سنجاري؟ مين يقول لك هو اللي حرق مركبه بعسليه؟ اسميه مين يا عم انت؟ يا جدع ما تفرجش خدلت ايدي، الظابط ولا يقول لك كنت مصدوم ولا لا؟ شكله بيسيء علينا. يا عم بس ما تقول حاجه لله بقى. الولد على حق. اهو النبي على حق، سيبني بقى. اصلا مش من هنا ومن السيده زينب، وجاي غلط، في مفتاح وفي باب ما بخش، وانا بدور اصلا على واحد اسمه عم هرسه. الولد ده شكله صابع ورا التسجول. يا عم ما تقول كلمه لله عندنا يا اخي. الولد على حق. على حق بقى يا دي، امسك قتلت ايدي. يا عم انا مش عايز اخش جوه ولا حاجه. يا ولد يا ولد يا ولد دواء الاعصاب يا فندم. متشكر يا غريب، انا اخدته. دواء الصرع يا فندم. ربنا يخليك يا حبيبي، اخدته فعلا، اخدته. ده دواء التشنجات ساعتها. انا ما اخدتوش ده، مش عارف من غيرك انا كنت هعمل ايه. دواء يا عم انت يا عم انا خلاص. الولد ده اللي حرق مركبه بعد الرئيس. الولد ده اللي حرق مركبه بعد الرئيس. ايه؟ امنع الكلام. ايه؟ خلاص؟ مفيش احترام للمكان اللي انتوا داخلينه؟ مفيش احترام للرتبه اللي كانت قاعده على الكرسي ده دلوقتي؟ بنظام بنظام. اعصابك يا فندم، اعصابك. خلاص يا غريب، بنظام. احكوا لي ايه اللي حصل. الولد ده ولا حاجه ما بعرفش ايه ولا 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 انت ما تغلس. امنع الكلام والا قسما بالله. اهو حاضر يا باشا، حاضر يا باشا، حاضر.
بنظام. احكولي الولد ده هو اللي حرق مركب ابو عسليه. يا عم ارحم اللي جابه ام بقى. الولد ده على حق. انا شفت بقى على حق والنبي غلبان امال ليه في اي حاجه. انا مش سيد الزنب اصلا والله وبعمل طعميه. امنع كلام. انا مش زنب والله. امنع كلام. ما تستعطفنيش. لا والله ما استلطفكش والمصحف والله ما بستلطفك. ولا مش انت المرشد الجديد عندنا هنا في القسم؟ مظبوط. وكمان طلعت من البوليس السياسي. الولد ده على حق. شفت بقى على حق والله. لا كده المساله وضحت على الاخر. فضولي بقى المكان ده كله. غريب فضيلي القاعه. شو قدام يلا بره. باخد اقف مكانك. اثبت جوه كما كنت. كما كنت. لا هو مش طب ولا لا كما كنت ودخل. لا 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 حاضر. حاضر. اثبت. حاضر. لما اقعد. حاضر. فضل. فضل تعال اقعد. حاضر. استناك كتير. لا ولا 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 قوم. قوم. ما نهزر. اقعد. حاضر. اثبت مكانك. حاضر. كما كن. حاضر. اقعد. اقعد. حاضر. ده ده احلى. ده في سفنك كتير. في سفنك احلى. صحت الباشا. انا مش من هنا. انا اصلا من سيدة زينب وراجل بعمل طعمية وعذاب بالله. بدنا انت مش واخد بال حضرتك. انا اصلا جاي من عند الكفار وكان في فتحة بالمفتاح وفتحت باب ونزل من عند التورة. استنى استنى بس... استنى. نعم. انت كنت جاي من عند مين؟ انا كنت نازل في المقبرة انا وبسبوسة وبعدين فتحت الباب فجأة لقيت نفسي في قلب السحرة وعند ناس كفار. في قلب ايه؟ في قلب السحرة. احلى خمسينة لحبايبنا اللي حارسين المينا. جرايا يا عمنا ما قلتناش الولد اللمبي ده ميته ايه؟ حلوة ولا حادقة؟ ولد ايه؟ اشرب ميه طازي ما عندوش حاجة. اشتعل عليك يدوم الواجب ابو الشنبان. انت تؤمر يا حليمه. من عينيا من عينيا. بس انت عارف ان الحال ضيق بس انا هتصرف. ولا يهمك قريبه ولا بعيده يا جدع رقبتي. ماشي يا حليمه. طلع قشر بياض ملوش في اي حاجه. براوه عليك يا واد حليمه. خلي بالك الولد ده يخصني. بقول لك انا حليمه هو خارج امتى؟ في ديلي على طول. الله امال هو فين؟ ما تلخبطوش يا عبده. قصدك ديلي ولا الولد الليمبي؟ يا عم قصدي الليمبي. جاوبه جاوبه. بقول لك ايه ما تاخدنيش في ربع ونص وتقول لي ديلك فين الحلاوه يا عم عبده. من عينيا بس زي ما انت شايف الحال ضيق شويه دلوقتي بس انا هتصرف. بقول لك اهلا حليمه انت تطلع على البوزه دلوقتي تقربع على قد ما تقدر والحساب عندي. يدوم الواجب ابو بديعه او النبي احسن الواحد على لحم دماغه من امبارح. بطل لحم دماغك على قد ما تقدر يا عم. يلا يدوم ابو بديعه. يدوم يا رجاله. بقول لك ايه؟ ايه؟ الولا حليمه ده لازم نقتلوه. يا عم ده ولا غلبان. أنا هستناك في الحنطور. والله ما حد عايز القتل غيرك. وأنت كمان يا أبو وديعة لازم نقتلوك. بس بقى فأنا إيه لما حصل إن أنا بقى خرجت من عند فتحية وجريت والعموم داخلين ولا عند الباب وقلت لك الباب ده وجه منين؟ فخرجت الناحية التانية قابلت مين بقى؟ قابلت شجرة الرز اللي هي بيقولوا عليها شجرة الدر بس هي كانت مستنقرة زهر في الشخصية هناك عندهم في البلد منت كده فانت بس عرفت. وخرجت بعدها بقى لما طلعوا يجروا ورايا رحت داخل على من عصر دمشواك على هناك عندهم في قلب هملت. وانا مبسوط ان انت رافع السماعة عشان محدش يزعلنا في القعدة الخلوية اللي احنا قاعدين فيها دي. غريب غريب. تمام يا فندم. مسكوا الواد اللي حرق مركب ابو عسليه والولد ده بريء. شفت بقى انا والله ما انا بقول لك انا بريء. انا بتاع طعميه اصلا يعني. افرج عنه يا باشا. يا سيدي خليه هو اللي يفرج عني. افرج عنه عشان اعصابك. لا خلاص غريب
خد انت القرار عشان انا منهار. يلا قوم قدام. قوم ايه؟ قوم امشي قدام. على النعمة ما اسمعها الا من بق الباشا يقعد يمشي. ما هو قال لك اهو. والله بقى يمين بالله ثلاثة انا ما اسمع الكلمة دي الا من سعادتك بقى. ايه الرأي بقى؟ عليا الطلاق بنت ثلاثة. ناخد الكلمة دي منك انت وتقول لي اطلع بره دلوقتي. ده انت غالي علينا يا باشا. خلاص امشي. امشي وما اشوفش وشك تاني. حبيبي. حقك عليا. فرصة سعيدة جدا. ألف سلامة. الله يخليك. مبسوط إن أنا خدت إفراج على إيدك. ربنا يخليك يا رب. الله يخليك. ربنا يخليك يا رب. عايز حاجة؟ ربنا يخليك. ربنا يشفيك. ادعيلي. رب كرمك يا حمادي حلولي. ادعيلي. ربنا ياخدك. شوف. الولا أهو. ولا. ده مش كويس خالص ومضحك. كفاره يا انا كفاره. السجن للجدعان. السجن للجدعان. ما انت اللي ظبطني الزاويه على السجن يا عم الحاج. معلش اللي ما يعرفك يسجنك. وشك جاب معايا واحد تاني. ودلوقتي وشي جاب معاك ايه؟ وش رجلي؟ صدق انت ابن نكته. احنا هنقف ونتكلموا في الشارع. تعال نوجبه معاك وناكلك لقمه عند زفاره. زفاره ده ايه؟ طبيخ حندان ده ولا ايه؟ مش قلت لك ابن نكته. ايه العيال اللي متنصمره ببعض دي؟ اطلع اطلع. انت يا لجند ابوك زفاره فين؟ في المينا. وانت يا ابوك فين؟ على السفينه. وسفينه رست على المينا فيها صبيه حزينه. قمنا يا شبه قمنا يا شبه من عيوني حزينه. قطع يا عم. سفينه رست على المينا قمنا يا شبه قمنا يا شبه. يلا يمبي. يلا انزل تعالى. هذا بنطلون على بنطلون انت بس ما عندك يا عم. خلاص يلا بقى. ايه ندخل جوه كده ونروق ونضرب قرعتين بوظه. ايوه كده بوظه بقى. الايس كريم والجيلاتي بيحب الحر. ايس كريم وجيلاتي ايه يا لمبي؟ بقول لك قرعتين بوظه. اه كاسين يعني. ايوه طب فهمني كده. ما انت ما شاورتليش. تصدق يا لمبي انت شكلك حنتبيش ولا ليك في الشرب ولا حاجه. من اللي عم بنلف في الشرب حاسب شويه. ده انا حوت وحسب الحيطان جوه كلها. مين ده اللي ملوش في الشرب؟ صدق بقى انا مش حسب الا مع الراجل ده. حبيبي خش. تعالى يا معلم. اتفضل يا اخويا. اسم العندليب ايه؟ تعالى يا ابو. خش. انا اختي واقفين بتنظر مخدماتيه. شوفي الوليه الناقصه بتسكي الشيش في وشي. ايه هيفكولك لحام سدك؟ جاتك داهيه في ريحه الشبار اللي طالعه من عندك. ايوه يا جدعان. هو القمر بينزل على الارض بالنهار ولا ايه؟ لا شمس يا مقمع. وممكن تلسوعك انت واللي يتشدد لك. اموت في الادب. ما تتلم يا سلفاندي. انا اسمي ادرا. النهارده نادي ولا حاجه؟ هي تلايح ولا ايه؟ عامل لي راجل وانت ما تكملش ازدري. مالك يا لفاندي؟ مالك ومال البنيه؟ مش عيب عليك ده بدل ما تحميها؟ اني انت ايه؟ قطع السلع اللي فيه. بطلوا وسخه بقى على الريتونه. رجاله او فاش نحمدوا ربنا ان احنا لحقناك يا ست امك. عشتوا. قال هو فين بيت نزله المخدماتيه دي؟ جنبنا. تعالي نوصلوكي لحد عندها ونوجبه معاكي فنجان قهوه ونفرجوكي على شويه قماش والدفع فوري او على راحتك. قماش؟ لو انتوا بتشتغلوا ايه؟ اني داهيه ودي اختي فطيصه واحنا بنشتغلوا دلالات في القماش. تعالي اتفرجي عندي كام حته هطلع لطي فيهم زي البلطيه. وبالتقسيط طالما هندفعوا بالتقسيط يبقى موافقين. هنروح عند نزله المخدماتيه ونرجع لكم طوالي نشوف لنا حتتين كده يلعلطونا ويدندشونا واحنا بنرقصوا. الا هو بيتكم فين؟ ده لازق لازم في نزله المخدماتيه اول عتبه. هنستنوكي وكمان عشان نرقوكي. احنا مقصدنا شريف. باين عليكم. استبينا فوتكم بعافيه. يعافيكي يا اختي. شفت يا اختي الوليه واللي عاملاه في نفسها؟ دي نسوان عايزه الدبح ولا الصيغه اللي لابساها؟ يا اختي الوليه درقها هيقع من الصيغه اللي فيه. بقول لك ايه؟ بينا نحضروا المطرح ونشوفوا هنتوها فين. وجب يا اختي قطيعه محدش بياكلها بالساهل. تعالى يا فندي عبد الحي. علي الطلاق. لا تشرب القرعة دي كمان يا لمبي. أنا مش قادر يا أبو بديعة. مش قادر خلاص. الله أنت إيه بقيت فول تنك. علي الطلاق. لا تشرب القرعة يا أبو بديعة. دي سادس قرعة تشبه. ده أنا خلاص شنب هيقع.
يا عم ما تخافش، انا اللي هدفع الحساب. عيب عليك. الله، تدفع الحساب ايه؟ انت جاي مصنع الرجاله وتقول ادفع الحساب؟ ده انا اللي امبي، ما حدش يدفع الحساب غير انا يا عم الحاج. اه ابو بديع، والواد ده هيستنى هنا ولا ايه؟ ده خطر ده ولا ايه؟ اقعد اقعد يا حليب، اقعد اقعد يا ناخدك في سرنجه. اقعد حساب ايه اللي هتدفعه ابو بديع؟ هات قرعه تاني يا الي. احكي يا لمبي احكي. ايوه يا سيدي بقى. المهم بقى ابو بديع، ومعايا انت في الاول برضك ابو عبده، الواد ده مش معايا، لما الواد ده برضك معايا، خد بالك. لكن ده ليه؟ احنا كنا بنتكلم في ايه؟ كنت بتتكلم في حكايتك مع الشد، الدنيا والدنيا بتشد فيك وانت بتشد فيها. ايوه بتاع هريسه ومهريسه كده كده. ايوه 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 افتكرت. ايوه افتكرت. فضلت بقى لف في السنين والسنين تلف فيا وانا لف فيها وهي تلف فيا، ما نعرفش مين فينا اللي بيشرب التاني. كلنا كده يا لمبي، السنين بتلف بينا واحنا بنلف بيها. تعرفوا يا رجاله اللمبي ده كلامه موزون. ابويا الولد ده لخبط لي دماغي، ابويا عمال يخش في سيه. يا عم انت جاي تكذب علينا هنا ولا ايه؟ لا 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 يا عم الحاج، اطفو يا عم الحاج واعرف انت بتكلم مين. صدق بقى الواد على الطلاق انا ما بقبله، ومش هكمل كلامي غير لما تتصرفوا معاه. بقى وارب. تسلم يا حليمو حبيبي. اشرب. الله يخليك. اشرب يا لمبي عشان تفوق. نجح. كمل لنا بقى الحكايه. حبيبي على فكره يا جماعه، الراجل ده انا مصدقه. واني كمان مصدقه. الله يخليك. في ايه بقى؟ الله، في اللي انت حكيته يا جدع. وانا حكيت ايه بقى؟ انك شغال تلف في السنين. ايوه عمال نلف في السنين. كمل بقى، ايه حكايه هريسه اللي انت كنت بتتكلم عنه دي؟ ده يا عم الحاج، هريسه ده حكايته الطول. نخرج بره الاول المخور اللي احنا فيه ده او الكبانيه ده، نطرش الزباله اللي كناها، وبعدين نحكي في موضوع هريسه. يلا بينا بقى، يلا بينا بقى. يلا يا عبدو، انت قاعدين في حفره ولا ايه؟ يلا يا عم انت ابو بديع، انت مش شد عليا ولا حاجه؟ لفين خبيبي؟ بنياتي خبيبي. ايه ده؟ انا مش فاهم اللغه، انت بتتكلم ايه اللغه دي؟ خبيبي فين خساب سرب اللي انت سربتيه؟ خساب سرب من اللي انا سربته؟ ايوه بس عرفتك، انت اكيد عبيط القريه صح؟ تستبتي انت؟ خبيبي خساب سرب اللي انت سربتيه؟ سرب اللي انا سربته؟ على بضيعه؟ ابو بضيعه؟ عرضه؟ عبدو ايه يا لمبي؟ الراجل اللي واقف هناك ده بيقول لك في حساب عايز يدفع عشان الصرم اللي احنا شربناه. طب ما تدفع الحساب يا لمبي. الله يسلم. من لما انت عرفت ان انا من ضيق انه خلقتني ملط؟ انت مش معاكي حساب؟ احنا نتصل باسم البوليس يجي واخد صورتك ياخدك على كراكون، انت تروحي في توكر. يا جدعان الراجل ده بيتكلم كلام عليا طلاق، انا ما فاهمك بتقول ايه؟ انت بتتمضمض ولا بتتكلم؟ بنيوتي حبيبي دي واحد كلفتي، انت واحد عسكري ودي بوليس. عرضه عرضه خلاص، هقول لك انت واحد بوليس. لا 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 مفيش بوليس. خلاص خلاص اقعد يا لمبي، خلاص يا خريستو مفيش عسكري ولا حاجه. الله يكرمك. انا هدفع الحساب بعد ما اوضيه على وسط الامانه دي. وسط الامانه؟ امال ايه؟ تعالى وهنوجب معاك وانت ابن بلدنا وكده، وفي الاخر وصل امانه. انا فاكرك هتشرب قرعه ولا اتنين، ده انت حفيت يا لمبي. يا راجل حفيت ايه بس؟ وانت بتاكدني ايه؟ اهو يا عم قله الاصل على الصحوبيه. اتفضل انزل يا عم بقى من الموتوسيكل اللي انت راكبه ده، خلاص حسدنا. ها؟ حسد؟ ايوه. تصدق بقى انا زعلان منك؟ ازاي تحاسب وانا موجود يا لمبي؟ ما انت كنت راكب الموتوسيكل مش طايلك بس. الله. يلا بينا نقوم من مكان القذر ده. يلا بينا، تعالوا يلا نطلع من فوق الناس دي. يا ابو بني اضحك واشتمني.
ايه الصوت الجامد ده يا لمبي؟ ده انت صوتك ولا الشيخ سلامه في زمانه. كلام اتنين، قول عبده الحمولي، حامد مرسي. مين مرسي ده؟ ده مطرب شاب كده، انا فكرته بقال جنبكم. ايوه انا مش عارف والله يا جماعه اعمل معاكم ايه، يعني انتوا امين معايا بوجبات كل شويه، وشويه احبكم وفي نفس اللحظه بكرهكم، مش عارف ازاي اتنين في واحد. حبينا حبيناه، وبعدين احنا عايزين نبسطوك يا لمبي، خلي بالكوا الولا لمبي ده في الالباندا مفيش اخوه بس دماغه ضرب. الظاهر كده البوظه اللي احنا شربناها مغشوشه. على فكره انتوا دمكم تقيل قوي انتوا الثلاثه. احنا هنغنشوك ولشرفك. وبعدين احنا معرفتنا مش بالسهل يا لمبي. ايوه اتفضلوا اتفضلوا، احنا وصلنا يا لمبي، وصلنا والله. الله يخليك. ايوه يا جدعان، على ليالي الانس والفرفشه. انت واخدنا على بيت دعاره ولا ايه؟ لا ده بيتنا. يعني بيت دعاره. بقول لك انت نكته. او 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 بقيت غني زيكم. اتفضل. الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك. اقعد هنا؟ اقعد بقى. الله يكرمك. اقعد بقى هنا؟ ايوه. على ما نقوم نجيب لك الذهب اللي اتفقنا معاك واحنا جايين انك تبيعه. يا سلام. بقى انت مأمننا على الذهب، مش خايف ان الذهب تاخده؟ الله، جرى ايه؟ احنا نأمنك على عرضنا، على نسواننا. يا نهار اسود، وانا ارجع لكم نسوانكم زايدين واحدة كمان؟ ده في عينيا. خد كمان يا لمبي. ايه ده؟ واصل الامانه اللي انا كتبته لك. لا لا لا، انتوا كده اوفر قوي بصراحه، ما فيش رجوله بالشكل ده ابدا. انتوا مش خايفين ان انا اخد الحاجه دي طيب واروح فاكك من هنا؟ طب جرب كده. ماشي. جرب وقت تاني وانت تلاقي ان تركيه بتوعنا كلوك وبعدين دفنوك. كلوني وبعدين دفنوني؟ طب هو هيفضل فيا ايه بعد ما ياكلوني؟ هيدفنوا البيبي بتاعي ولا ايه؟ صحيح مش كده ولا ايه؟ مخ لازم. طب اقول لك نود، انا هخليهم يدفنوك وبعدين ياكلوك. كده معقوله؟ يدفنوني هيبقى فيه جثث انما بعد كده ياكلوني، صح ولا ايه؟ ايوه ده كلام مظبوط. تحب تشوف الموت بعينيك دلوقتي؟ لا انا مش فاضي، ابعتوا لي على فلاشه اتفرج عليه بعد الفطار. ايه يا ابو لبسوا جن ولا ايه؟ فلوس ناس، فلوس ناس في علم الغيب، واجب برضه الحافظ عليها. ايه ده الكبريايه دي؟ بقول لك ايه؟ الشغل شغل يا لمبي. بقول لك ايه؟ نعم. انا ما احبش المياعة في الشغل. طب يا عم مياعة ايه وانت شايفني واقف لك برقص لك بسلب في قلب الكنبة؟ كلمة تانية همطير رقبتك. ليه طب والفلان البوظ؟ الله يرشد فلان. انا معاك يا عم والله، والله معاك. ابو بديع حليمو تعالوا معايا. يلا خليك قاعد هنا. حاضر، ما انا خليني قاعد اهو. طيب ايدك دي ولا رجلك؟ انت واكل ايه؟ زبط؟ شويه البت مربربه عن كده. يا اختي انا تعبت كفايه، لو احنا هندفنه فين؟ اتوسعي الحفره يا بت. الله، ولا لما تدفنوكي مطرحها.
عليك الصوت بيدفنوا بني ادمين. انت مين السلفندي؟ انا اللمبي صاحب ابو بديعه وعبده. وقاعد عندك بتعمل ايه؟ لا ده انا اصلا قاعد هنا انا وابو عبده وابو بديعه، كنا بنسكر جامد قوي في الخماره، فلما سكرنا بطننا قلبت حتى بقى مرضى ما طرشنا على الباب بره، فجيت هنا بقى انا وانا قاعد انا وابو بديعه وكابوريا. بقول لك ايه؟ نعم. ما شفتش حد ماشي كده ولا كده؟ اه في مين؟ ايوه ابو بديعه عنده اسهال رايح جاي على الكبينيه، رايح جاي عمال يسال. يعني انت ما اتحركتش من مكانك؟ لو المصهر الشريف وده معقول اتحرك من مكاني وانا ما بفهمش في الاصول ولا ايه؟ دي حمرة بيت ولا يتعدى الاصول. يا مؤاخذة يا لمبي معلش اتاخرنا عليك. حبيبي ابو بديعه، ابو بديعه ازيك وحشتني والله. انا قاعد هنا من ساعه ما انت مشيت وسايبني كده وما اتحركتش من مكاني. معلش اعذرنا. المعذور احنا يعني معذوره. ده بيتنا. عبدو مين ده؟ ده الموزع الجديد اللي هيصرف لنا المساء. عسعست عليه؟ ايوه عسعست عليه، واد قشر بياض ونضيف وبيروى على ضمانتي. عدم اللي مؤاخذة سلمبي. لا ولا حاجة. اهلا اهلا مشرف. الله يخليك. في بيتك اخويا. الله يخليكي. المية دي يا سلمبي. المية. تمام دي اصل انا بحب اريل وانا قاعد على نفسي. يعني بحب اريل وانا قاعد كده مع نفسي. عيلتنا كلها كده. جدي كان برياله، جدي ابو رياله الكبير، يعني عيله معروفه في شحطي في سبع السمك. احسن ناس. امال ايه؟ ده كان يعني بصي ما فيش اهلا نروح مريل على طول كده. ايه هو في حد تاني جاي بتسا؟ اختي في حد تاني جاي؟ ستي في حد تاني؟ يا استفتيسه يا استفتيسه يوه انتوا عندكم رجاله؟ هم فين دول الرجاله؟ ما تخافيش يا شابه، ده سي عبد وجوزي. خشي يا اختي البيت بيتك، خشي. ايوه عليكي انت مكسوفه، ده البيت بيتك يا اختي. يوه انت نورتينا يا حبيبتي. هو انت؟ انا مين؟ مش انت الولد اللي كنت عامل عركه الصبح؟ انا اللي كنت عامل عركه الصبح، ده دغدغتهم كلهم نفر نفر مع بعضنا البعض. وانت مين بقى بنت العركه؟ لو انت صادق انا الولد طاري اللي انت عكننت عليه على البحر. تصدقي عرفتك من بقك؟ انا مش بقول برضه عمال اقول واد نايس كده واقف والحته دي. طمنيني دراعك عامل ايه دلوقتي؟ وانت ايه اللي جابك هنا؟ بقول لك البنت طلعت تعرف الولا، مش هينفع ندفنوها وناخده مساغ غير لما ندفنوه هو الاول. ايوه بس ده واد غلبان ومش لابس مساغ. اسمع زي ما بقول لك، ارجع عن موضوع المساغ الغيه وخلي الواد ده يمشي من هنا، خلينا نستفرده بالبنيه. واجب يا داهي. الناس دي الناس دي بيت اصل وناس على حق ربنا، وانا جاي هنا عشان اجيب قماش لناس قرايبي اللي عندهم. قوم يا مشيت. مشيت ليه؟ الحدود بينفخوا من هنا. الناس هنا بيكرمهم اخر كرم. دي بقى ده كانوا عايزين ياكلوا من شغل المصحف وادوني فلوس وادوني مساغ، يعني ناس ولاد كلب. خلي بالك حاولي تخلعي من هنا. اخلعي هلمبي. ايوه 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 عبدو. بقول لك ايه، تعالى عشان عايزك في موضوع. حاضر حاضر. نماذج بنت ما تمشي. بقول لك ايه، نعم. انت هتمشي دلوقتي وهنخلي موضوع المساغ ده بعدين مره ثانيه. طب حضرتك ابو المزمزيل مش ماشيه البنايه؟ هتتفرج على شويه قماشات. طب انا ممكن اتفرج مع البنايه؟ بالسلامه انت. يلا ده موضوع ستاتي مالكش فيه. ماشي مشكلين يا عم كباري، شكلين قوي. حبيبي يدفنوا الناس في الكوسكوس. اهلا يا شربات، منوره يا اخت. بنورك يا اختي. اهلا يا اختي، اتفرجي. ولا حليمو، انا عايزك تحرتش لنا حبه حاجات كده للقعده. تمام، طول عمرك ابو حمادات يا سيدي الناس، طول عمرك فايز وعلى كيف كيفك ابو بديعه. طب يلا يا اخويا ابن حبه. حاضر يا سيدي الناس.
انت راحت فين؟ داخله جوه. اتمنى جوه. ايه ده؟ رقيتك من العين وشر سحر العين، حصنتك بالملح والمليح من كل فعل قبيح، رقيتك واسترقيتك من كل عوج ومعوج. دق يا اخويا دق وعلي الصوت، خلي السحر يموت. اتكلم معايا رحت مديله بالمطوه بجنبه، اديته بالورده بجنبه، وبعدين يعني اصل الاحوال اللي زي ده. اوعي لا يا فندم، مش وقته يا بني ادم، احنا في مامورايا. هجوم خالص. اوعى اوعى، انا مش واحد، انا معايا الخوه، انا بقول لك اهو. اوعي 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 تسول لك نفسك. اوعي الزمي حدودك واثبت مكانك، انت كله يثبت مكانه. الله يخرب بيوتكم، ضيعتوا مستقبلي. وايه الجو اللي انتوا عاملينه ده؟ عاملين لي دخان وهلمة. ابطل يا ابني على الناس دي كلها. خش يا ابني شوف لي يا ابني البلاغ اللي متقدم على الجثث اللي مدفونه في البيت ده. يا حضره الضابط، الجثث اللي مدفونه في البيت ده جثث ناس قرايبنا، اصل احنا ما بنحبش ندفن بره، سلو بلدنا كده. سلو ليه؟ انت منين؟ انا مش من هنا، انا من الانفوشي. وانت؟ انا حليهم اللي بيعملك الشاي ولا هو سعاده الباشا؟ بيعملوا لي فين؟ في الاسم يا سعاده الباشا. طب ما تيجوا معايا الاسم وانا اعمل لكم الشاي بحليب. يلا حلاوه قبط لي على الناس دي كلها. كلبشها كلبشها. يلا يلا يا جدع انت. يلا يا حاج الضابط، يا حاج الضابط، احنا مظلومين. الجثث دي بنت عمتي وخالتي كلهم قرايبنا. ربنا الجثث بتاعتنا. الجثث دي خلاص انا وصلت لك الحلقه. ما تعالدنيش، اتفضلي امسكها. هات كويس، امسكها امسكها. ايه مش عارف ليه كده، حاسس ان انا قابلتك في عصور كتير قبل كده. وانا كمان من اول ما شفتك وانا قلبي اتفتح لي، قلت ايوه الواد اللبط ده. انا ما يعني انت كنت عايزاني اسكت لواد خير زيك ولا ايه؟ اموت في الادب، اموت في الشبي. بقول لك ايه، انت بقى كلميني عن نفسك كده، انت مين؟ ها؟ انا النوعة. النوعة؟ النوعة بنت ابوها. ايوه. ساعاتي خليني بنت وساعات يخليني والد. بس بيني وبينك انت ما تنفعش واد خالص،
انت ما اتخلقتش غير انك تبقى ست وست من الاخر ست الستات. ده انت عايز تتعمل سندوتشات. وعايز اسالك على حاجه كده، بما انك انت هنا دايسه السنجابيه يعني ورمل اسكندريه يعني، قولي يا اخويا انت ما تعرفيش حد هنا اسمه عم حريسه؟ حريسه؟ ايوه. هو سالف منك حاجه ولا سالف مني حاجه؟ كلمة دي خطر قوي على فكره. سالف مني بقى، انت عارفه عم حريسه؟ فين عم حريسه؟ لا انا ما اعرفوش، بس يمكن ابويا يعرف. طب ابوك فين دلوقتي؟ لا فين؟ سبقني على الشغل. ايوه. طب والشغل بيشتغلي ايه انت؟ في كازينو القط الاسود. انت بتشتغلي مدربه سنود واسود ولا ايه؟ لا رقاصه. اموت في القدم، اموت في الشامي. يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي. يا ليلي يا ليلي يا اضرب الرمل والصوانة على راسي، يمكن على الله يرق قلبك اللاسي، يمكن على الله. يمكن على الله، يمكن على الله يرق قلبك القاسي، وشعرك حنيتيه بالزبدة ودانتيه، وشعرك حنيتيه شبتي متاع الدم، وشعرك حنيتي بالزبدة ودانتي، وده شعرك حنيتي بالزبدة ودانتي، وده شعرك حنيتي بالزبدة ودانتي،
انشرح لك من ساعة ما شفتك، حسيت انك انت راجل جدع. الله، انت ايه يا عم الحاج الحكاية؟ انت كنت جاي تطلع لي في حتة ولا ايه؟ اصل انا عارف حكايتك وحكاية هريسة. لا والنبي. عارفها منين حكاية هريسة؟ بنتي. بنتك مين؟ النوعة. لا والنبي، انت تبقى ابو النوعة؟ تمام، ابو النوعة. تعال معايا بقى وانا هقول لك على كل حاجة. يلا ها، تعال. شايف الامن انه الراجل ده مش عارف منين؟ واخد بالك يا لمبي؟ علي النعمة، واخد بالي والله، واخد بالي. يظهر انك انت بقالك كتير قوي من بدري مش واخد بالك. يا عم والله واخد بالي، من طلعت رجب وانا واخد بالي. يابا سيبه بقى، ما تشغلهاش عليه. انت عايز من اللي جابوني انا ايه في القعده دي اللي انا عطنت فيها؟ انا عاوزك تتجوز البت دي، اصلك انت باين عليك انك انت جدع من الحكايات اللي هي حكتها لي. يابا ما يصح. شوف الدلع، يابا ما يصح شويه رمياها عليا. لطيف لطيف جميل. انا كده هننفذ الشرط اللي احنا اتفقنا عليه كده بقى، يبقى انت البقيه عليك انت بقى. في ايه؟ في الحاجات التانيه اللي انت قلت لي عليها، جوز النوعه. اقول لك مكاننا هريسه فين؟ اخد ال 10% من الكنز وتوافق اجيب لك المأذون من بره. خلاص خلاص، هقول ايه؟ انا موافق طبعا، اوافق وابصم كمان. انا مالي ايدي كويس من اللي انا بقوله، عارف ليه؟ ليه بقى؟ لأن هريسة يبقى أخويا بس من أم تانية. لقيت يعني؟ محدش يعرف مكانه في العالم إلا أنا. يابا ما تقوله من غير ما يتجوز، جايز الجدع ملوش غرض في الجواز، ممكن يكون في واحدة تانية. يا واد يا واد، أنا لو لفيت الدنيا دي كلها في سجارتين مش على ضفرك. والله جاي وشاري يا ألف مرحب، نكد على نفسه وما جاش، نروح نشوفوا حظنا مع اللي بيدوبوا في دباديب رجلينا. طب خلي حد كده، خلي حد يهوب كده ناحية دباديب رجليك وهتشوف هيحصل له ايه. أموت في الآدم، أموت في الجلي. بس بص بقى والنبي، أنا عندي بس حتة بروبليمة صغيرة كده. اتفضل. أنا سيد الرجالة يعني الامباوي ودم حامي وسخن ومصنع الرجاله، وما اقبلش ان مراتي ترقص في كباريه بالليل. اموت في الادب. ارقص الصبح بس. اسم اننس، اسم اننس، اسم اننس. صباح الخير يا سيد الناس وتاج راسهم. صباح الخير يا احلى أحلى النوع موجودة في الدنيا كلها. بسم الله. أنا مش مصدق نفسي. ده أنا كل شوية أصحى من النوم ألاقيك جنبي، أتنفض كده وأتفز، أقول مين ده؟ أنا اتشقيت ولا إيه؟ أقول يا فضحتك يا النوعة، أفتكر إن أنا اتجوزت. أنام أشوفك أتفزع، أنام أشوفك أتفزع، حسيت بيا؟ لا والله ما كنت حاسس، لأن أنا كان عندي وأنا نايم جنبك بتفزع، كان عندي كبوس. كبوس؟ كان كبوس وحش قوي قوي. والله كنت طول الليل عمال اتضرب بالقلم على وشي طول الليل وانا نايم. طب وبعدين؟ ولا قبلين فتحت عينيا لقيت اخر قلم نازل عليا من الكبوس دراعك، هو نازل على خدي. فزع حضرتك كان نازل عليا انا. يقطعني خلاص، ابقى اربطني وانا نايم. ليه يا بنت؟ ليه الميول اللي انت فيها دي؟ اموت في الادب، اموت في الجيلي. اتجوز نعجه. صباح الخير يا لمبي. ده صباح الزفت ده الصبح. لمبي. صباح الخير يا حنايا. تعالى يابا. تعالى يا حبيبي. يا صباح الخير يا اللي معانا، يا اللي معانا. ما شاء الله، ابوكي بقى كوكب الشرق جاي للصحيحه. صباح الخير يا ابو النوعة. صباح النور. ايه بقى فين بقى؟ انت قلت لي هريسة بعد جوازي من النوعة على طهر وشدد على هريسة، فين هريسة بقى؟ هريسة ده ايه؟ الهريسة ده ايه؟ هريسة اللي انت قلت لي ان من امك الافريقية ده ولا الفلبينية؟ منين؟ انا قلت الكلام ده؟ ايوه قلت الكلام ده. لا ما حصلش، ده انا حتى كمان مقطوع من شجرة، ده انا حتى كمان ملياش لا ام ولا اب. جرايه يابا، انت قلت الكلام ده؟ انت بتحاميله يا بنت انت ولا ايه؟ يا بنت لا عم
عندك اوعى تغلط. يا بنت انت بتكلم ابوك كده ليه؟ وابوك ده ولا مجراه؟ اه ابوه. استنى انت يا لمبي، هو انا ماليش راجل يحميني ولا ايه؟ بلاش جسمه، كفايه اسمه. ايه يا عم الحاج؟ ايه هي صحيح ملهاش راجل يحميها ولا ايه؟ انا ممكن اعملها معاكوا بص واعمل الصح ومن الاخر، بس اللي مثبتني ومفكسني الطربوش اللي على دماغك ده اللي بيمثل قيمه من المصريين. مصر مش بالطربوش يا لجي، وادي الطربوش. على فكره انت كده بتغلط في المصريين. من فضلك لبسني الطربوش. تعال اتفضل. حلو كده؟ أمال يلا بقى، انت قلبت بتاع زلابيا كده، طلعني العريس على طول كده. انا عرفت انك انت راجل وتقدر تحمي بنتي بعد ما اديتني الطربوش. امال ايه؟ مش قلت لك يا ما يا ولاد ليه انتوا عاملين عليا مسلسل؟ يلا بقى فين العريس اللي خلاص؟ فوق فوق مات من غير ما اعرف السر. بقول لك ايه؟ وده فعلا يعني ابوك يعني ابوك يعرفه بجد ولا اي كلام؟ طبعا بجد، ده عم هريسه والنبي. طب يلا بينا. يلا. ايه ده؟ انت داخله هتعمل له نمره؟ هترقصي؟ ما تستنى تجمد يا بنت. انت ايه؟ توقف مع الراجل مش صباح تبشير. بتغير عليا يا لمبي. الله، امال ما كنتش غير عليك، انا غير على مين يعني؟ اموت في الادب، اموت في الشلي. يلا بنت بقى، يلا بقى. حي اثنين ثلاث هوب، حي اثنين ثلاث هوب، حي اثنين ثلاث هوب. معتدين مرش. لا بخد، ايوه كده، استرجل ده بس. صباح الخير يا عم هريسه. صباح الخير يا النوعة. من ده؟ ده جوزي اللمبي. جوزك؟ امال بيبص لي كده ليه؟ سيبه بس عايز يتاكد من حاجه. خلق النطق ابويا الله يرحمه. انت عم هريسه؟ لو انت ابن حد متدياني فانا مش هريسه. طب لو انا مش ابن حد متديانه ابقى اني هريسه؟ هو اللي انت بتدور عليه. انت مين؟ انا اللمبي. اللمبي؟ ايوه. يا رب انا سمعت الاسم ده فين قبل كده. جرى يا عم هريسه، ما انا لسه قايلك ان جوزي اللمبي. جرى يا بنت ما تبخش فيه. الله. اموت في الادب، اموت في الجلي. هقول والنبي بقى يا عم هريسه، ممكن اكون سمعت الاسم ده في حته كده ولا كده، او بشاره قالها الطالع. ايوه. لا شوف بقى الطالع بقى، واطلع معايا واحده واحده، وخلي بالك وانت طالع لا تقع. ايوه، الدبانه الحمراء. يبقى انت حفيدي اللي هيعرف عن طريق مكان الكنز، وانا في النزع الاخير. ايوه حفيدي. جدو قريبي، قول لي بقى مكان الكنز فين؟ ما قلنا الوصية بتقول ان انا لازم ابقى في النزع الاخير. مستعجل ليه؟ كنزك موجود. ايوه كان صح حكاية الكنز يا لمبي. امال ايه بقى، هو جوزك خنتاريش ولا ايه؟ ايوه النوعه، ايوه صحيح، الكنز حقيقي واحد اتهني بيه انت واللمبي حفيدي. حبيبي يا جد يا قريبي. يلا بقى ادقلك في الطاسه بقى، وخلص على نفسك بقى عشان عرفنا كان الكنز. ارمي نفسك من فوق السطح بتاع البلوك. اولا في نفسك هو من اي حاجه فضحي سبيلنا حفيدك يسعد. هو الله النوعه. قول لي يا بت اقصى عليك يا لمبي، عايز تموتني قبل اجل ما يجي؟ اهون عليك برضو، ده انا برضو جدك. اصبر شويه. ما تزعلش يا عم هيثم، خلاص موت على راحته. ايه يا بنت الكلام اللي يموت على راحته؟ احنا فاضيين الكلام ده. اقف قاعد. اموت في الادب، اموت في الشلي. وارجوك استحلفك بالغياب الغالي عندك، تدلني المره دي على مكان الكنز بجد. انا تعبت خلاص. بالراحه علي، سيبنا موت واحده واحده. واحده واحده يا عم هيثم، كده هيبقى خانقه كتير قوي بصراحه بقى. انا تعبت يا عم هيثم بقى، قال موت واحده واحده. ما تاخدها ماشي احسن بدل ما تموت واحده واحده. مع السلامه عليكم. اما تموت بقى ابعت لي. استنى يا حفيدي. ايه؟ ما دام طلعنا قرايب ما ينفعش اموت وانا جعان. ما تعملوا لي طبق طبيخ ولا صينيه صياديه؟ على فكره انتوا كلكم سحنه واحده في قلب العصور اللي انا شفتكم فيها. كل خلق واحده ونفس الغيتاتها على فكره، نفس السقاله ودماغ ما فيش. واضح ان العيله الهريسيه دي عيله من قبل تاريخ التاريخ.
مع السلامة عليك. يا كبدي. ايه اللي حصل تاني؟ يا كبدي. ايوه يلا بقى. يا رب تموت. يا رب تموت يا جدي. يا رب قلبك يقف. قرب مني. اهو. نفس الريحة. ريحة مين؟ ريحة بلطية. بلطية؟ بلطية مين؟ بلطية العايمة. بلطية العايمة؟ وانت بتحب عبلة كامل ولا ايه؟ احيه. مين عبليك؟ مين الحية الكاملة دي؟ بلطية العايمة. أيوة. ستك. ست اسمها بلطية العايمة؟ ايوه. غرقانة دي ولا ايه؟ ولا هي اسمها كده؟ احلى قصة حب في المكسيك كلها. لو نبي. كنا نقعد على بير مسعود. ايوه. هي تغطس غطسايا. ايوه. وتطلع قرش. ايوه. وانا اغطس غطسايا. أيوة. واطلع قرش. ايوه. ونحط القرش على القرش. وتقعدوا تضربوه للمعة فحميتين، صح؟ مش كده ولا ايه؟ احيه. احيه يا عم، عيب الجمله اللي انت بتقولها دي بتاعت حريم. كنا بنكون نفسنا. ايوه، قرش على قرش يعني. ايوه. ايوه. ومره في ذات الايام. ايوه. غطست الغطسه وما طلعتش تاني. نعم النبي. ريحتها جت. ايوه. جت فين؟ انا جاي لك يا بلطية. لا اوعى تغطس، اوعى تغطس. بلطية انا جاي لك اهو. استنى يا عم، هي بتشدك ولا ايه؟ بلطية. عم هاريس استنى، قول على الكنز قبل ما تنزل وتكتم نفسك. استنى، لا قول على الكنز، قول على الكنز، قول على الكنز الاول، قول. ايوه. ايه ده؟ ده بقى عبيط قبل ما يموت. والكبار ما بيموت. يا لهوي، مات؟ مات طبعا. يا لهوي. يا هضبة فندي. يا رجالة، هريس ابو الليف بيخلص خلاص، وعنده جدع اسمه اللمبي والبت قنوعة، وشكله هيموت دلوقتي اهو. هنسيبه هريس هيموت كده بسهولة من غير ما يقول لنا على مكان الكنز فين؟ ايوه يا جدعان، وهنعمله ايه دلوقتي؟ هضبة فندي. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك يا مصر، اللي بتحببه دي وقعت البوزة. ايه دي يا هضبة فندي؟ لا مؤاخذة خواجة، عندي انا دي، عندي الحساب كله. يلا بينا يا رجالة. عارف ايه؟ ربنا ينتقم منكم، إلهي سوقت رمي يكون أعمى ويقفكم مرة واحدة على هريسة وهو بيعترف بالكنز للمبي. يلا بينا. هو ده. ده صحي يا بنت، ده العلامة بتاعت ال هو هناك اهو. هو يا بنت اهي. ايوه المفتاح. ايه ده؟ اسمع طالع، انتوا جيتوا؟ قال لك فين الكنز؟ سد انتوا ولاد حلال. انت ومصحف ولاد حلال، لان هو لسه واخد الدواء بتاع السد دلوقتي، وقال قبل ان انام شويه واصحى يودوكوا على الكنز، بس كل انتوا جيتوا يعني. مش كده يا بنت؟ انا شفته والله. لا بقولك اتفضل فين اهو، قاعد اهو نايم اهو. يعني هناخد الكنز يعني؟ هتاخده. خش. ربنا يخليك. يلا يا حبيبي يلا. قول بقى اهو، هيصحى دلوقتي. يلا يا بنت، يلا 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 يا بنت. عايز فين يا اولاد؟ يا عم حاسب، يا عم ايه ده؟ ابوك ده ولا ايه؟ ابويا يا ابي، يا حبيبي يا ابو، انا ماليش غيره. معلش معلش، هنشوف له حل. هيفوق دلوقتي. طب انا محتاره دلوقتي بين جوزي وابويا. جوزك طبعا الشرع بيقول كده في يوم ده. لا مؤاخذه يابا. يلا معلش، انا رجعت لك ليه؟ يلا انا هاي، محدش هيجيبه غيري. اهو هات الليله. بص بقى دلوقتي، انا غصب عني لازم اسيبك وامشي، في ديانه ورايا وانا. هتسيبني يا لمبي؟ ما ينفعش، الديانه ورايا. هقابلك اكيد، هقابلك. هترجع؟ والله هرجع لكم كلكم، مش ليك لوحدك. بص البلد احتمال الاقيك انت وراه. خلي بالك من نفسك يا نوع. ايه الكلام الغريب ده يا لمبي؟ يا لمبي انت يا دي الليل والنهار اللي بتنيل وقع فيه. كنت فين يا لمبي؟ تيخة حبيبي. انا رجعت يا عبد الله. على السلامة. الله يسلمك يا تيخة. ايه ده يا عبد؟ فرح مين ده يا؟ وده وقت يا لمبي، وقت هزار يا جدع. ده الفرح متسوم وبسبوسة مستنياك والكوشة وكله. مبروك يا جدع. ده والنبي ده فرح انا؟ ايوه.
تنسى عمر الحقيقي يا بنت يا مراتي. ده انا عمري ما لا بجمالك ولا حتى في الحاتم. انا بحمد رب العباد، انا بحمد رب العباد. بلدنا السيدة. صباح الخير يا بسبوسة. صباحية مباركة يا جزيد. شفتي مش انا قلت لك انا؟ أعمل إيه؟ أنا قولي يا لمبي. قولي يا عنان اللمبي. أنت كنت فين الشهر اللي فات ده؟ ده هو أنا كنت شهر؟ لا والنبي. ورجعت ايد ورا وايد قدام، واهل الحتة قالوا انك لقيت الكنز، وانا لا شايفه لا كنزي ولا كنز. لا ده كنز ولا كنز. كنت فين يا هلم؟ ايه يا بت؟ الله يا ساتر، انت ما بتمرش فيك حاجه ابدا، افتكري لي حاجه من ساعتين. الله، لقيت الكنز. لقيت الكنز؟ امال ايه؟ فين؟ اقول لك يا ست، انا بعد ما سبتك في قلب المدفن فتحت الباب، ببص كده في وش بنتي، لقيت الكنز. لا ما لقيتش الكنز. بمشي شويه اهو، ببص كده قلت ايه ده؟ ايه ده؟ مفيش كنز. رحت ماشي تاني، فضلت امشي 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 لحد ما لقيت بقى الباب. فتحت الباب بقى، هو ده بقى، ما لقيتش برضك الكنز. قلت الله. وبعدين بندح بعيني كده وانا جاي كده فلقيت لك على الباب. قلت بس هو ده، رحت ضرب المفتاح فتح. ما عايز ضيع ما
انا عطشان، انا حنك الماسك. طب انا عايز اقول لك، طب بصبص ميه. ايه ده؟ الحمد لله يا رب. ايه ده؟ ده بانه يكونش ده الفانوس السحري بتاع الناصر صلاح الدين الليوبي. الوليعة دي سبيك سبيك ساسات ساسات. أحب عمي بعد الحاجات زي كتابك واحد بس. هما مش كانوا تلاتة؟ أي عفريت بيطلع من الفنوس بيقولك تلاتة، انت ليه واحدة؟ هو صار واحد بس يا مطلوب وخلص يا أخبار. لا طب على إيه؟ الوش ده لازم يتطبق ويتحط في قلب المصباح تاني. ارجع المصباح يا أخبار. تبطل في مية مية يا واد. نعم